إحنا المصريين طول عمرنا سابقين، بنينا حضارة بتبهر العالم لحد دلوقتي. عد علينا حروب وأزمات اقتصادية وسياسية، وكل مرة بنرجع أقوى من الأول. وعينا بيزيد، قراراتنا في إيدينا، عينينا على بكرة والمستقبل، ووقت الجد بنكون كلنا إيد واحدة. إحنا بنواجه صراعات إقليمية ومخاطر وتهديدات، المشهد السياسي في كل العالم بيتغير، وفي ظل كل الظروف المحيطة بينا المشاركة السياسية في الانتخابات القادمة أصبحت ضرورة وواجب وطني. خليك إيجابي، انزل وشارك في الانتخابات الرئاسية، عبر عن نفسك وارسم مستقبلك، واختار اللي يكمل معاك الطريق اللي بدأه، اختار اللي يقدر يبني ويعمر ويطور، اختار القائد الإنسان المصري الأصيل اللي عارف ان المصري طول عمره صاحب قراره ومفيش قوة تقدر عليه. واحنا قررنا نبادر ونبدأ بنفسنا مبادرة كلنا معاك، هي مبادرة حزب مستقبل وطن لتأييد حبيب المصريين الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة. هنلف في كل مصر وهنكون موجودين في كل مكان، في القرى والنجوع والأحياء والمحافظات، في الأندية والجامعات وفي المراكز التجارية الكبرى. هنتكلم ونتناقش وهنتحاور، وهنأكد على أهمية المشاركة الوطنية الإيجابية، وهنوصل صوتنا لحبيب المصريين سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنقول له من قلبنا كلنا معاك. مبادرة كلنا معاك مبادرة وطنية لحزب مستقبل وطن، وبالتعاون بين أمانة المرأة والعمل الجماهيري والشباب. كلنا معاك، كلنا إيد واحدة.